نقاط كثيره اللي كنشاركوها مع كل المستمعين والمستمعات ونقاط اكثر معك ايضا في رمضان ليس نتكلموا ليس نتكلموا على المائده الرمضانيه وكنتكلموا دائما كنحرصوا على اننا نذكروا باهم الامور اللي خاص الانسان انه ياخذها بعين الاعتبار ديالو في شهر رمضان شنو هي النقاط الاساسيه اللي خاص دائما يعتمد الانسان في اول يوم من شهر رمضان حنا كنا تكلمنا ديجا على ان في رمضان خاصنا نشوفوا الليله اللي كتكون قبل من ناحيه ديال ديال السحور اولا ديال العشاء ولا غد امور اللي خاص الانسان ياخذها ودائما تكون الاساسيات ديال المائده الرمضانيه غنذكروا بها بطبيعه الحال غندخلوا في مواضيع اخرى من خلال الاسئله ديال كل مستمع ومستمعات على 0522 36 05 36 تفضل الو دابا حنا احنا في اليوم مثلا اليوم الاول من من شهر رمضان والبارح كان كان هناك استعداد ديال اننا غادي نصوموا هذا النهار هذا وصمنا خدينا السحور ديالنا بشكل اللي كان خصو يكون او لا اذا كان هناك خطا غادي نحاولوا اننا نقوموا بشي تصحيح ديالو في هذه اللقاءات الرمضانيه المباركه اليوم رحنا صايمين واليوم غادي نبغيو نفرقوا الصيام ديالنا واليوم غادي نشوفوا واش فعلا الاكل ديالنا اللي غادي ن... اننا ندخلوا فيه اكل اللي هو صحي احنا كنعرفوا بان النهار كامل وانا كنجري <applause> نهار كامل وانا كان كما كيقولوا كان ايبويزي في الطاقه ديالي يعني كان نزف من الطاقه ديالي اذا الا كنت كنستنزف من الطاقه ديالي اول حاجه نفكر فيها هي خصني نرجع ديك الطاقه اللي مشات ليا <applause> الطاقه اللي مشات ليا خصني خصني المزود اللي اللي يقدر يعطيني اون فورنيتور غابيد ديال ديال الطاقه <applause> واللي تبت علميا انه كيعطي بواحد السرعه قويه وكبيره الطاقه للجسم ديالنا وهو التمر ايوه داكشي علاش كنقولوا دائما خصنا التمر نفرقوا به الصيام التمر آه في الوقيته اللي غادي ناخده. آه غادي نشوف انا كيفاش داير واش كنت مهلوك النهار كامل مهو. عيان النهار كامل ما بقى فيا ما يتجمع هنا اللي غنمشي لسبعه ديال التمرات وسبعه التمرات غتلقى غيلقى الانسان إن راسو بانه من ناحيه ديال الرجوع ديال الطاقه ديالو كافيه باش انه يهضم هذيك الوجبه الغذائيه اللي غادي تجيه من بعد اللي غادي تجيه من بعد الصلاه ديال ديال المغرب اذا سبعه التمرات هو يعني تقريبا تقريبا الاقصى وانسان يحس براسو بان الحمد لله عنده الطاقه وخاصه الا كان الانسان بدين راه الانسان البدين اوتوماتيكمون راه عنده ما يكفي من الطاقه اللي تخدم عليه الشهر كامل فهذا ما ال السبعه ديال التمرات يقدر يكون يتوقف عند وحده يتوقف عند ثلاثه يتوقف عند خمسه وهذه القضيه ديال واحد ثلاثه خمسه فعلميا ما عندها حتى شي حتى شي معنى ولكن شرعا يعني ان الله وتر ويحب الوتر فهذا الشيء اللي كنقولوا ودي الناس ديالنا دائما نبقاو في, في, الاشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى ورسوله واننا ان الله وتر ويحب الوتر داك الشيء اللي كناخذوا وحده ثلاثه خمسه سبعه وحتى الا بغي الانسان ما كانش عنده الامكانيات وكان عنده غير التمر ممكن يزيد لل... في النسبه ديال لل... او في الكم ديال التمر اللي غادي ياخذ اضافه الى ذلك كان عندي التمر دابا الان اللي غادي يعاونني بواحد مش... بواحد الشكل كبير في انتاج الطاقه بل اكثر من ذلك التمر كيلعب دور ديال انه كيلعب ملين ديال الجهاز الهضمي كيلعب دور ديال انه كيعطيني جوج الانواع ديال ديال الالياف اللي غادي كذلك دور مهم جدا في العمليه ديال الهضم والامتصاص ديال ديال العناصر المغذيه كيلعب دور ديال انه كيسرع من العم... من العمليه ديال ديال ايصال المواد اللي غتعطي تخلي الخلايا تنتج الطاقه بشكل كبير وكبير جدا فالسرعه ديال هاد ل... هاد المكونات اللي كاينين في التمر أوه. باش انها تكون كبيره خصني نزيد معاه شويه الماء أوه. لهذا كنقول دي دائما بعد ما كناكل التميرات كنتبع له واحد الكاس ديال الماء الماء علاش لانه كما قلت حتى هو قبل قليل كيلعب دور ديال انه كيمي عليا التمر ل... ل... اللي كليت وكيميع عليا كذلك حتى الذات مي سهم في, في العمليه ديال ضبط درجه الحراره لان الانسان فاش كيكون كيصوم غالبا ما كتكون نسبة ديال الحراره كتهبط عنده بمجرد ما كياخذ تمر وياخذ الماء كيلقى مم. بان السخونيه بدات كتطلع معاه بمعنى ان هذاك الماء وذاك الخليط ما بين الماء والتمر غادي يلعب دور ديال انه غير من الطاقه اللي غتخليه يحس بانه الان راه فايق والان راه مستعد يدير دي شي حوايج اخرين موازيه ف الماء غير يدخل هناك الدوره الدمويه السرعه باش غتمشي العناصر المغذيه على المستوى ديال الدوره الدمويه غتكون كبيره لانه كان واحد جوج ديال الاشياء اللي متفاهمه فيما بينها يعني اذا نكملوا دائما في اطار المعلومات اللي كناخذوها من خلالك تفضل مرحبا اذا قلنا رحنا في مع التمر والتمر غادي نحاول نبداو به هو الاول نفرقوا به الصيام علاش لان قلنا التمر هو المصدر ديال الطاقه والتمر غني بالالياف والالياف اللي غادي تلعب دور مهم جدا في تعطيل الدخول ديال اي حاجه للدوره الدمويه وكذلك التمر غادي يلعب دور مهم جدا هو انه غادي ليا واحد كما كي كيقولوا اون اه ماس فولومينوس ديال ديال النفايات والتمر هو اللي غادي يشد ليا بزاف ديال الماء والتمر هذو كلهم غادي يعطيو امكانيه ديال تحفيز ال الجهاز الهضمي على انه يقوم بالحركه الدوديه ديالو ديال والتمر في الاخير غادي يدفعني باش انني نقوم بالعمليه ديال الطلق ونخرج ديال النفايات اللي كاينه على المستوى الداتيالي التمر ديال 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 غني غني بالمعادن وحنا فاش كنقولوا غني بالمعادن المعادن راه هما كل شيء في, ف في العمل ديال الجسم ديالنا كليا غني بواحد المجموعه ديال الفيتامينات والمفيد في التمر هو انه ما كيدوز لا في عافيه ما كي ما كي كيسخن ما, ما كيبرد بحتى شي حاجه كنعطي كي, كي الانسان مباشره بما ان داكشي اللي كاين كي، اللي فيه غادي يستفد منه او غادي يستافد به الجسم مباشرة فيه مضادات الأكسدة وما أدرك مضادات الأكسدة بحال كنبداو به أنه يقوم بإزالة جميع دوك الجدعات الحرة اللي ممكن أن تخلق لي مشكل وتزاد على ذاك اللي غادي ناكلو مع الفطور فالوقيتة اللي كناخذ الحاجة لمضادات الأكسدة وتحاول أنها تنقي لي الذات قبليا داك فطر وسير تصلي وخلي واحد المده زمنيه اللي تكون شيئا ما بين 14 تل 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 ساعة هنا كيكون امكانيه ديال ان ذاك التمر كيبدا يقوم بالعمليه ديال التنظيف الداخليه اللي غتخلي الجسم نقي باش حتى الا كلينا شويه ديال الاشياء اللي غتكون غنيه بالمجهودات الحره غنكونوا نقيناها من قبل. <applause> آه كي كما قلت راه كينقي وكيرمي جميع النفايات بل باش نجيو للسؤال ديال سي صالح نجاوب على السي صالح دائما في اطار المواد الغذائيه والاشياء اللي خاصنا نعتمدوا عليها دائما في وجبه ديالنا ديال الفطور العشاء السحور كذلك تكلمنا على ماده ديال التمر شنو الماده اللي هي نقدروا نتكلموا ان كاين بعض المواد اللي كاين بزاف ديال الموائد المغربيه في شهر رمضان كاين مواد اللي ما ستختارش الطبيله ديالهم بحال مثلا تكلمتي على التمر البيض كاين بزاف الناس اللي ربما الا ما كانش البيض مسلوق ولا هذا كتقول لك لا راه كيجيني الفطور ناقص الاهميه ديال هذا البيض او هذا البروتين هذا في الوجبه ديال الفطور تفضلوا في الوجبه ديال الفطور او ديال السحور او العشاء تفضل الو بالنسبه بالنسبه للبيض هي؟, هي أنك كتبان لي مساله ضروريه تكون في, في كل وجبه خاصه اذا كان هناك نقص في البروتينات مثلا الناس ما دايرينش الحوت ما دايرينش مثلا اللحم ما حتى حاجه ممكن انه يمشي لهذا الباب اللي هو غني لو أنني كان الحم, ولو انني كنقول اللحم ولو انني كنقول الدجاج ولو انني كنقول ولكن الا حطيت البيض مع مع الدجاج البيض مع الحوت غنلقى بانه الغنى ديال البيض مهم جدا من 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 ناحيه العناصر المغذيه مقارنه مع لي ل... ل... سورس دو بروتين الاخرين فلهذا الوجبه ديالي في ذاك الوقيته ديال الفطور خص يكون فيها البيض يا اما مع الفطور يا اما مع السحور ما يمكنش نبقى بلا سرد سور دو بروتين في, في, في الوجبه الغذائيه ديالي علاش؟ اولا البيض فيه النوع الجيد ديال البروتينات اللي كيدخل كي مباشره الى الجسم فقط تكون عندي سميتو الجهاز الهضمي ديالي الامعاء الدقيقه المعده والامعاء الدقيقه شغالين مزيان ويحللوا ذاك البروتينات الى احماض امينيه اوتوماتيكمون لكل الاحماض الامينيه الامينيه اللي جات من البيض من البيض غادي يستفد منها الجيم بواحد الشكل لا يتصور وخاصه ان في البيض كاين واحد سميتو دي بروتين اللي كيتسموا لي نوفو بروتين هاد لي نوفو بروتين مهمين جدا للذاكره لي نوفو بروتين مهم جدا سميتو الدوره الدمويه هاد لي نوفو بروتين مهم جدا, جداً كذلك لان الجسم كي يعاونوا على انه يتخلص من النفايات بمعنى ان الابواب الاربعه اللي كاينه عندنا لا المصرال الغليظ ولا الكلى ولا الرئه ولا كذلك لابو كلهم هاد الـ 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 البروتينات اللي كاينه في البيض كتساهم في اعاده البناء ديال المكونات ديال هاد الابواب المخرجه ولما كيتجدد كي هاد البوابه لاخراج النفايات كتولي عندي التخلص من النفايات مساله وارده وانا غادي نصب الماء غادي كان كنفعل العمليه ديال الرمي ديال النفايات اللي كاين عندي في الداد ديالي دي. فاذا كنت غادي نفعل العمليه ديال الرمي وعندي الاليات ما شغالاش هنا يكون عندي مشكل ولكن لما غادي نفعل العمليه ديال الرمي وعندي الالات شغاله كنقول الحمد لله غيدوز سيدنا رمضان وغادي نستافد من القيمه الصحيه ديالو دونك ف... ممتاز سمني كان كنبغيو نعملوا ريجيم خاصنا نتبعو عموم مختص اكيد كنشوفو تجارب ديال الناس ولكن تكون تجارب عقلانيه بطبيعة الحال تجربة تبارك الله ب... ب... بعقلها وتجربة تكون كتعطي واحد بعد النتيجة آه ونشوفوا مع المختصين يعني الطريقه ولا النظام الغذائي ديالها راه يعني حتى الرياضه حتى في الرياضه في رمضان بزاف ديال لي كوتش او تيقول لك ساعه قبل الفطور حتى ساعه ونص قبل الفطور وساعتين من بعد الفطور صح. اما من 8 ديال الصباح ما شاء الله حتى المغرب واش غيبقى بعدا الجهد باش ان الانسان يدير بزاف ديال ديال الامور نجاوبوا سعيده <applause> سعيدة مع مؤخرا لي زاني لي خرجت ان عندها الخزان فيه تسعود تكلمت ان ما عندها حتى شي اعراض ديال, ديال السكر ولكن ملي بديت كنسولها انا يعني قبل واش كانت كتعبر هذا اجاك او لا يعني صائمه او لا هذا ديال الصباح كانت كتلقى غرام 10 العمر ديالها 57 سنه سولتي على التغذيه ديالها تبارك الله عليها غدا السطر هنا شنو تقدر تجاوب سعيده؟ هو المشكل اللي غيكون عند الاخت سعيده هو غير المده الزمنيه <applause> ما بين الوجبه والوجبه خصها تكون هناك فتره زمنيه طويله فلما سولتها قلت لها ودي واش بعض المرات كتحسي بانك مثلا تخمه من بعد الاكل ديالك ديال الغداء فير لو كو ديال سته العشيه كتقول لك اودي كنحس بها مره مره هذا كيعني بان ما حنا كنفوتوا لاج ديال 40 50 سنه كيولي عندنا الميتابوليزم ضعيف والما كيكون عندنا الميتابوليزم ضعيف يعني العمليه ديال الحرق والعمليه ديال الامتصاص والعمليه ديال توزيع العناصر المغذيه على كل المكونات ديالنا كتولي بطيئه والما كتولي بطيئه بمعنى انه كيولي عندي التخزين يعني الخروج ديال الهرمونات ديال التخزين اكثر من الخروج ديال الهرمونات ديال ديال الحرق وبالتالي هنا كيولي عندي العمليه ديال التخزين كثيره وش اللي اللي عطاني ممكن ان النسبه ديال ديال الخزان كبير و و وترتب عليه ليس فقط هذاك الشيء ترتب عليه بدايه ديال شويه ديال التهابات الشيء اللي قلت لك ديال الكوليسترول كان طالع عندها شي شويه فهنا خصنا اوتوماتيكمون خصها تفرق ما, ما بين الوجبه والوجبه يعني بمعنى ان دير بحال الصيام دابا الرمضاني ها هو عندنا الفطور ومن الفطور ما تاكل حتى حتى السحور بمعنى ان ثمانية السوايع ما بين ما بين الوجبة ديال الفطور والوجبة ديال ديال السحور على الأقل ثم بعد ذلك غتجي الوجبة ديال 16 ساعة ما بين السحور والفطور هذا غادي يخليو عند عند لالة سعيدة. سعيدة هناك نتائج أخرى لا على المستوى ديال الخزان ولا على المستوى ديال السكر ولا المستوى ديال حتى دوك الكوليسترول و... والدهنيات الاخرى اللي كانت طالعه عندها فالماكله ديالها تكون بدك الشكل اللي تكلمنا عليه قبل قليل يكون فيه الفاكهه العصير الخضروات ان سالاد ان سورس دو بروتين او في الليل عاوتاني لا اللي ميم شوز غير لي كونتيتي يكونوا قلال وليسباس يكون كبير وباذن الله غادي تشوف بانه النتيجه غتكون عندها ممتازه ممتاز دونك هذو النصيحه ديالنا شنو النصيحه الاخيره زي قبل ما نختموا استاذ النصيحه ديالنا دي هو انه الان احنا في هذا الشهر المبارك اول حاجه مم. نفكر فيها وهو انني ندير ان اسباس كبير ما بين ما بين الوجبه والوجبه رقم واحد رقم جوج قبل ما ندخل في الرياضه نتمشى قبل ما ندخل الافطار نتمشى على الاقل واحد نص ساعه لان من بعد ان شاء الله غادي نتكلموا علاش هاد نص ساعه كاين واحد واحد التناغم ما بين لي ميسكل اللي كاين لي موبر يعني في الرجلين ديالنا وكيلكو ميسكل اللي كاين جهه البطن ديالنا لما كيتمشى الانسان كي كيخدموا كي بواحد الشكل عجيب اللي كيخلي العمليه الحرق اللي كتكون في المستوى العالي ديالها بدون ما نكون هناك طلب ديال خروج الانسولين كاين هناك انزيمات اللي كتحرك ب... بطريقه اخرى اللي كتخلي الحرق ديال السكريات اللي كتكون على المستوى ديال الذات ديالنا ممتازه ثم بعد ذلك كتولي تعطينا الاحساس بالجوع وهذاك الاحساس بالجوع هو اللي غادي يخليني في الوقيته اللي غادي ندخل الوجبه ديال الافطار غتكون العمليه ديال الطلب ديال التغذيه كبير وغيكون هناك الامتصاص غيكون سريع وتوزيع العناصر المغذيه غادي تكون سريعه وغيحس الانسان بواحد النشاط لا يتصور اذا عند المساله ديال الرياضه المشي ثم نفرقوا ما بين الوجبه والوجبه وبعد ذلك النوم حتى هو اساسي وغادي نحاولوا نديروا ليه شي حلقه اللي غادي نجمعوا نحاولوا نفسروا فيها الفوائد العميقه ديال النوم على الميتابوليزم كلي ديال جسم الانسان ممتاز دونك